السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، لأن هذا الفيديو خاص للنساء والبنات والبنات ديالنا وخواتنا دونك ألا وهو أن جل النساء والبنات يتعرضن لواحد الألم شهري اللي هو ألم الدورة الشهرية. بغينا نطرقوا لهذا الموضوع بالضبط لأنه شائع وله عدة أسباب، له أسباب نفسية وعنده أسباب عضوية. دونك أنا واحد الفيديو عجبتني بغيت نتقاسمها معكم لأنها علمية محضة لتعم الفائدة. دونك كذلك من الأسباب باش نكمل، من بين الأسباب كذلك ديال هاد الآلام اللي هو شهري وهو موجع وتقلق مجموعة من النساء والبنات كذلك وتقلق حتى الأهل والأسرة، وهو كذلك إصابات باضطرابات هرمونية. مثلا عندنا شي أورام في الرحيم، دونك هادو دونك عندنا اسباب اللي هي كذلك اللي هي نفسيه، ما خصناش نتقلقوا، ما خصناش نتعصبوا في اثناء ملي تتقرب دوك لي غايك اللي سرتو اللي كان اللي كان من 21 حتى ديال لو سيكل. دونك نكونوا موجزين لهاد الفتره اللي هي كدوم واحد 6 ايام 7 ايام كسا دي بوند المراه. دونك غنخليكم على فيديو ما نكثرش عليكم، خليكم على فيديو مفيده، وتنتمنى الا عجبتكم كذلك انكم ديروا لايك وجيم واشتراك وتبارطاجيو اللي تعم الفائده. تعاني نساء كثيرات من أعراض وآلام الدورة الشهرية كالصداع وتشنج العضلات والتعب، وبعضهن يلجأن إلى تناول المسكنات للتخفيف من الآلام التي تصاحبها. فهل صحيح أن هذه المسكنات قد تسبب مخاطر صحية كما هو شائع؟ للحديث عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور خالد قطيش، استشاري أمراض نسائية وتوليد. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. خلينا نفوت مباشرة بهذا السؤال اللي طرحناه في المقدمة، هل صحيح بأن هذه المسكنات اللي تلجأ إليها المرأة في حالة الدورة الشهرية قد تسبب مشكلات صحية لها؟ أكيد. هلا لحتى نعرف شو كيف المسكنات بتشتغل لازم نعرف من وين بتجي آلام الدورة الشهرية. آلام الدورة الشهرية ناتجة عن تعثر بالهرمونات بجسم المرأة. نعرف انه الهرمونات هي المسؤوله عن كل شيء بالدوره الشهريه وبجسم المراه، فلما بصير في خربطه شوي بين في عده هرمونات عند المراه، البروجستيرون والاستروجين والبروستاغلاندين، لما بصير في اضطرابات فيهم شوي بصير في الام دوره شهريه، لانه بصير في تقلص بجدار الرحم وبالاوعيه الدمويه بجدار الرحم. هذا كله ناتج عن ارتفاع بهرمون اسمه البروستاغلاندين. فكل الادويه اللي نحن بناخذهم هن اسمهم ضد البروستاغلاندين. فهودي مش بس بيشتغلوا على جدار الرحم، فبيشتغلوا على المعده، بيشتغلوا على الكبد، بيشتغلوا على الانتستين، على الامعاء. فمطرح ما بيشتغلوا فيش يعني فيش دواء بالعالم الا ما عنده شويه اعراض جانبيه، فبالنهايه بده يكون عندهم شويه اعراض جانبيه. طيب دكتور، يعني ايش ممكن هذه تكون الاعراض الجانبيه؟ يعني اهم شيء هودي الادويه الانتي بروستاغلاندين، البروستاغلاندين مهم كثير بحمايه جدار المعده. طيب فمن اهم عوامله، من اهم الاعراض الجانبيه بهالادويه هن الارحب المعده.
القرحة القرحة بالمعدة. أيوه. فيعني لازم الواحد ياخذهم بعناية وتحت استشارة الطبيب لمدة محددة ودوز محددة، ومش انه على طول يعني كل ما يصير في شوية وجع ناخذ انتي انفلاماتوري، اسمه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، مثل البريفين والفولترين. سوري يعني ما بدنا نعد، مش لازم نعد اسامي كثير، بس لا بس انه عشان بس نوضح للناس الفكره يعني ايش الادويه هي. بس برضه بيقولوا انه كما هو شائع انه ممكن تاثر على المبيضات عند المراه، او اذا كانت الفتاه بعدها في مقتبل العمر يكون تاثير لهذه المسكنات. صحيح انتي بروستاجلاندين؟ لا مش لا ابدا ابدا، يعني مجرد شائعه هذه، ما في دراسات تقول هيك ابدا. طب متى يعني يمكن للمرأة أنه تأخذ هذه النوع من الأدوية هي شخصيا تروح للصيدلية وتجيبها، ومتى لازم لا تروح تشوف طبيب فعليا؟ أوكي. الآلام الدورة الشهرية في نوعين من الآلام الدورة الشهرية. آلام الدورة الشهرية الأولية والثانوية، يعني وحدة أول ما بصير عندها عادي شهرية مثل ما بصير بعمر 11-12 لأنه عادة العادي الشهرية بتبلش من 11 وال 15 سنة. فاول ما تبلش عندها الحادث الشهري ببلش عندها الاوجاع. طيب. فهيدي اسمها اوليه، يعني ما بيكون في سبب معين او مرض معين، مجرد تغير فيسيولوجي حصل عندها فتبدا تشعر. هو كله البروستاجلاندين بالضبط، ارتفاع البروستاجلاندين بيعمل انقباض بالاوعيه الدمويه، والاوعيه الدمويه كمان انقباض بجدار الرحم، فكل هالانقباضات بصير في مثل المغص، هو الاوجاع مغص باسفل البطن بينتقل للظهر، فحسب عده يعني ستيجز، يا اما بيكون شويه وجع، يا اما مثلا تقعد بالبيت يومين ثلاثه ما فيها تروح على الشغل. فهيدا النوع من الالم الدوره الشهريه اسمه اولي، يعني هيدا ما في سبب معين، فهيدا بيمشي عليها هالادويه هيدي الانتي بروستاجلاندين. فعاده الانتي بروستاجلاندين لازم تبلشهم المراه، لانه هي عاده بتصير تعرف كل ما بتجيها الدوره بتجيها الاوجاع. صحيح. فبتصير تعرف امتى عم تجيها، عاده لحتى يكون فعال وافكاس لازم يكون قبل ما تبلش الاوجاع، او قبل ما تبلش الدوره الشهري، يعني قبل بشي 48 ساعه تقريبا. ايوه. اوكي؟ لانه بس يوصل الوجع ويبلش الوجع بتصير يعني كيف الدواء ما بيقعد ينفع كثير. هي. فلما ببلشوا قبل بيكون نافع. اذا قبل 48 ساعه يفضل انه افتراضا، بس انه دورتها منتظمه، هذا بالدوره الاوليه عفوا بالالام الاوليه. بينما في اشياء ثانويه، مثلا اذا كان عندها مثلا نقول فايبرويد، او يعني مثلا ليفي بالرحم، اذا كان عندها البوزيشن تبع الرحم مش مزبوطه، لانه عاده الرحم 90% من النسوان الرحم لقدام، في 10% منهم الرحم لورا، فهذا كمان بسبب الام الدوره الشهريه. إذا كان عندها سرطانات، إذا كان عندها التهابات، كل هذا بسبب آلام دورة شهرية، فهذا الأنتي بروستاجلاندين ما حيمشي عليه. أيوة. هذا يا إما بحاجة لجراحة، يا إما لأنه فعادة مثل هيك بس يكون في دورة مؤلمة ومتكررة وكذا، لازم استشارة الطبيب لحتى نشيل كل هالأسباب هيدي، وساعتها بنقول إنه هذا أولي. طيب هذه الآلام المصاحبة بتضل هي نفسها ذاتها مهما اختلفت المرحلة العمرية؟ اكزاكتلي. 80% من النسوان بيعانوا من الم الدوره الشهريه. والاغلبيه منهم بيكونوا لما بيكونوا بعدهم صغار وبتبلش عندهم الدوره الشهريه، وبيكون عندهم الرحم عم ينقبض كثير، وبيكون عندهم، لانه شو بيصير بالدوره الشهريه؟ الرحم بينقبض لحتى بطانه جدار الرحم تنزل. هذه البطانه بتتجاوب للهرمونات، الهرمونات اللي بيطلعوا من المبيض بيشتغلوا على البطانه، هالبطانه بتتهيأ لحتى يصير في حمل، اذا ما صار في حمل بده يصير في دوره شهريه، بدل ما بصير في دوره شهريه بينزل بطانه الرحم، فهيدا دم مع شويه خلايا بدهم ينزلوا، لما بتكون البنت بعدها صغيره بيكون مسكر عنق الرحم، فبصير في انقباضات كثير ومسكر، بده يصير في وجع كثير. لما بتتجوز وبتحمل بتخف القصه، لانه فتح عنق الرحم ونزل الولد وصار في يعني سوري بس انفتح الطريق. ايوه. اوكي، فبصير الانقباضات اقل وبصير الطريق اسهل، فكمان بتخف الالم. ايوه. طيب ممكن مثلا الانسان او المراه، يعني تحديدا بما انه يعني هي الموضوع الدوره الشهريه والمراه، انه ما تلجا لهذا النوع من الادويه وتلجا مثلا للمشروبات الحاره، اشياء اعشاب؟ أكيد. هذا النوع من الاشياء اكيد. هلا الطرق القديمه والاساليب التقليديه كمان كثير مهمه، وخاصه في مرضى كثير عندهم حساسيه على الادويه، واذا واحدة مثلا عندها قرحه صعب كثير تاخذ هيك ادويه. فبتاخذ الادويه بس ضد التقلصات وضد الاوجاع، مش انتي بروستاجلاندين. بتاخذ اعشاب، عندنا اعشاب كثير نحن بحياتنا بطبيعه بلادنا، عندنا الكمومي مثل البابونج مثلا، القرفه، الزعتر، العسل، الستروبري، كل هذا قصدك كله هذا بيمشي بيساعد. كله هذا بيمشي، مش بس الادويه، هلا في نمط الحياه كمان. المراه اللي بتشتغل، المراه اللي عندها ستريس كثير، المراه اللي ما بتعمل رياضه كثير،
المرأة اللي هذا قصدك بتزيد الألم عندها يعني يفضل تكون نشيطة تلعب رياضة يعني لازم تعيش حياتها لازم تمارس رياضة مثل رياضة المشي رياضة السباحة لازم تمارس مثل اليوغا اليوغا كتير بتساعد وهلا الطب الصيني والطب الكوري كله هذا بيحطوا أشياء دافية على البطن بوزيشن معينة لحتى يخفف الوجع بس كله كمان مثل ما قلنا لازم يبلش قبل يعني حتى نطلع بمعلومة إنه منشان تخفف من هالألم مش بس تلعب مش بس رياضة الأدوية. تكون مزبوط. نشيطة المشروبات الساخنة اللي ذكرتها بتخفف زي الزعتر البابونج العسل نعم. والابتعاد عن التوتر الابتعاد عن التوتر الابتعاد عن التدخين الابتعاد عن المشروبات الكحولية الابتعاد عن شرب الكافيه كتير والكافيين طيب احنا بنشكرك على وجودك معنا كان معنا في الاستوديو الدكتور خالد طيش استشاري امراض نسائية وتوليد شكرا دكتور اهلا وسهلا